بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتعجب إن كان هناك نبي مبتلى، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ويوسف يعلم جيدا أن بين الشدة والفرج يتبين اليقين ويظهر المعدن الحقيقي للمؤمن. لقد اتضح كل شيء يا مولاي الملك، وانكشف السر أمام الكهنة، وأظهرنا لهم أننا عرفنا الحقيقة. هؤلاء الكهنة لابد أن يدركوا أنه لا علاقة لهم بفن السياسة وقيادة البلاد، وسنواجههم في القريب العاجل. لقد مات رادامون قبل أن يعترف عليهم، ولكن هذا لا يغير من الأمر شيئا يا مولاي. سأقود بنفس قواتي لمواجهة كل من يفكر في ترهيب البلاد يا زخار. مولاي الملك، ولماذا لا يقود الجيوش ولدك يحارب؟ أخشى على ولدي من الحرب والخدعة. ليس هناك من هو أأمن ولا أقوى منه يا مولاي. سنرى كيف ستسير الأمور، وما قد تم اليوم هو مفاجأة لي. أي مفاجأة يا مولاي؟ إن الناس مع الكهنة والمعبد. بيناروث، يبدو أن الرجل الذي أراد أن يقتلنا تابع لكبير الكهنة، وقد تم القبض عليه واعترف عليهم. الآن أصبح كل شيء مكشوفا، ومصيرنا المحتوم هو الموت. الموت؟ الموت؟ لا، أنا لا أريد أن أموت، أريد أن أعيش، أريد أن أرى ولدي في ليلة عرسه. ليلة عرسه؟ يا له من جرح أليم. ليلة عرسي أنا وحوراء أصبحت كابوسا لا حلما، وضاع كل شيء. ما الذي غيب عقلي؟ ساعة أن أغراني إلى خور بالذهب. وما الذي جعلني أصمت عندما راودتني فكرة الثراء السريع على حساب أمن حطب الملك؟ الكلام الآن لن يفيد، فلقد ضاع كل شيء، ضاع كل شيء. حاولت زوجة العزيز أن تذهب إلى السجن لترى يوسف بعد أن اشتاقت إليه، حتى وصلت إلى السجن. أين كانت المالكة زليخة ملكة البلاد؟ كنت أتجول في الطريق، فلقد ضاق بي القصر. ضاق القصر بملكة؟ القصر الذي كان حلم حياتك ضاق
بك يا زوجتي الحبيبة. يا لها من حياة غريبة عجيبة تحياها أيها العزيز. فليأذن لي مولاي الملك بالصعود إلى حجرتي، فأنا متعبة. لم أعد أسمح أو أهب أو أقرر يا ملكة البلاد، فافعلي ما تشائين. ماذا تقصد يا مولاي؟ فأنا زوجتك. خائنة! أنت خائنة، أنت زوجة خائنة، وليس لمثلك إلا الموت. ولكن مثلي لا يقتل من يحب، بل يقتل نفسه من أجل من يحب. أنا لم أخونك، ستثبت لك الأيام أني لم أخونك. لم أعبأ بحقيقة الأمر، فالكل عندي أصبح سواء، فليس للفضيحة من دواء، وليس لكره الرجل من شفاء. لقد ضاع بصر أبي. مسكين أنت يا أبي يا حبيبي. سنوات طويلة مرت ولم نجد ريحا ليوسف، ولم نسمع عنه شيئا. ما الذي جناه إخوتي من فعلتهم هذه غير الحسرة والحزن؟ لا أعلم لماذا يرفض أبي الملك أن أقود الجيوش في المرحلة القادمة يا أمي. أنت قرة عينه يا يحروب، وهو يخاف عليك من كل شيء. ولكنني تعلمت فنون القتال وأعلم خبايا المعارك والحروب، سأقود الجيش على خير وجه. أثق في ذلك يا ولدي، لكن أبوك يخشى عليك من الغدر والخيانة. الغدر والخيانة في كل زمان ومكان يا أمي. حدثي أبي ليجعلني قائد القوات يا أم. سأفعل يا ولدي، سأفعل. فقد الأب بصره وزرعنا الشر وحصدنا الندام. لا أدري كيف صار بكم الأيام يا آل يعقوب، أبين أحزان وآلام متتالية. الجزاء، هذا هو الجزاء يا أخي. ألا تعلم أن من يعمل سوءا يجزى به؟ ترى هل ما زال يوسف على قيد الحياة أم فارقه؟ هو أمر لا يفيد البحث فيه، لقد فقد أبونا بصره وانهارت قواه. أظن أن يوسف لو كان على قيد الحياة لأصبح شابا جميلا يلفت الأنظار ويخطف القلوب. دعك من هذه الأحلام الوردية، فقد قضي الأمر يا لاوي. ربما أراد الله ليوسف حياة جديدة نحن لا نعرفها. هيا لنطعم بلها وزلفة، فقد خارت قواهما في هذه السن الكبيرة. ألقد انكشف أمرنا؟ أبو بيث وبيناروث على قيد الحياة. أنا على ثقة أن الملك قد علم بكل شيء. لقد تركنا الرودامون لنواجه قوة غاشمة تملك العدد والعتاد والعدة، وربما قضي علينا قريبا. أفكر في الهرب من المعبد والخروج لبلد آخر آمن فيه على نفسي. ستصل أيديهم إليك، رجال في كل مكان. وما الحل إذن أيها الكاهن؟ لا أجد أي حل غير مدانة الملك ونفاقه من أجل الخروج من هذا المنزق. لا أعتقد أنه سيحدث ذلك أبدا. أوه،
يؤلمني يؤلمني. أنا لم أفعل أي شيء. قلت لك إن هذا الرجل ليس في قلبه رحمة. لو كان في قلبه رحمة ما جاءوا به إلى هنا. ليس في هذا السجن أرحم من يوسف. لم أرى في حياتي مثل هذا الفتى التقي. إنني أصبحت لا أتردد في قبول دعوته إلى توحيد الله. ولا أنا أيضا، قلبي يميل إلى اتباع يوسف. وإلى ماذا يدعوكم يوسف؟ إلى البعد عن الباطل واتباع الحق، وأنه لا إله إلا الله. وماذا عن آمون؟ إنه حجر أصم، لا يضر ولا ينفع. وماذا سيعود علي باتباع يوسف؟ ماذا بك يا ريحان؟ أشعر بألم شديد في صدري. إذن استرح، استرح يا ريحان. ألم شديد في صدري.